حياكم الله من جديد. شهدت العاصمة السعودية الرياض موجة غبار كثيف في الساعات الأولى من صباح اليوم. الغبار الزهري كما وصفه خبراء الأرصاد رافقه تحذيرات من الخبراء، وذلك نظير حدته المتراوحة من الخفيفة إلى المتوسطة. يذكر أن العاصفة الترابية القادمة من العراق والكويت تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية والبحرية في البلدين، بالإضافة إلى تعليق الأنشطة الأخرى منها التعليمية. وهنا نستعرض مشاهدينا صورا من العاصفة الترابية التي امتد تأثيرها إلى العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم. معنا من جدة عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد حسين القحطاني. سيد حسين، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أولا، إلى متى ستستمر هذه الحالة الغبارية في العاصمة الرياض؟ سيد حسين، طيب يبدو أن سيد حسين لا يسمعني، سنحاول أن نعود إليه مرة أخرى للحديث طبعا عن هذه العاصفة الترابية. سيد حسين، هل تسمعني؟ نعم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كنت قد سألتك قبل قليل عن هذه الحالة الغبارية التي تعيشها العاصمة الرياض، إلى متى ستستمر؟ نعم، حقيقة العاصفة الترابية التي أثرت على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة حقيقة هي انتهت الآن وتحولت إلى عوالق ترابية. ما زالت الرؤية منخفضة نسبيا، نتوقع في الساعات المقبلة أن تؤثر على المناطق الجنوبية الداخلية، خاصة ابتداء من وادي الدواسر، نجران، شرورة، المناطق المحيطة بها. أعلى سرعة سجلت في هذه العاصفة على مناطق المملكة المتأثرة كانت 45 كيلومتر في الساعة. حقيقة المركز الوطني للأرصاد يرصد احتمالية عاصفة ترابية قادمة قد تؤثر على المملكة ابتداء من يوم السبت المقبل. كم ستستمر العاصفة القادمة تقريبا حسب ستبدأ من يوم السبت المقبل، وسيتم متابعة الحالة عبر المركز الوطني للأرصاد والنظام الآلي للإنذار المبكر لمتابعتها أول بأول على مدار الساعة، وإشعار سواء كان المجتمع أو الجهات المختصة التي تتعامل ميدانيا مع مثل هذه الظواهر. خلينا نعرف قبل كذا المصطلح الغبار الزهري، سيد حسين، وش الفرق بينه وبين أي عاصفة ترابية أخرى؟ حقيقة العواصف الترابية الآن التي تؤثر على المملكة هي تؤثر على المناطق أو الدول الشمالية للمملكة، ونلاحظ أن قبلها تدخل على المملكة هناك بعض الدول التي تأثر وتكون فيها سرعة الرياح أعلى. العراق والكويت مثلا المحيطة الأخرى. نعم. ثم تدخل على المملكة وهي عاصفة ترابية تبدأ سرعتها على المناطق الشمالية وخاصة الشرقية بشكل أعلى. كما ذكرت أننا سجلنا سرعة الرياح بلغت 45 كيلومتر في الساعة، ثم بعد ذلك هدأت نسبيا، والآن تحولت إلى عوالق ترابية على المناطق الشرقية والوسطى من المملكة، ولكنها ستؤثر خلال الساعات المقبلة على وادي الدواسر، نجران، المناطق الداخلية المحيطة بهذه المناطق، وستبقى تأثيرها حتى يوم الغد. لا نتوقع يعني وضوح الرؤية بشكل كامل لبقاء العوالق الترابية على هذه المناطق، ولكني كما أشرت أن هناك كم سيستمر بقاء هذه العوالق الترابية سيد حسين؟ اليومين المقبلين إن شاء الله، يعني نتحدث على الأربعاء والخميس والسبت المقبل أيضا عاصفة جديدة قادمة للرياض ترابية. نعم نعم نعم، على المناطق الشرقية والشمالية والمناطق الجنوبية الداخلية، وتؤثر أيضا على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. طيب كيف راح تكون مقارنة بهذه العاصفة اللي مرينا فيها منذ ليلة البارحة اللي هي متوقعة القادمة يوم السبت؟ هل ستكون بنفس الحدة؟ نتكلم عن عاصفة ترابية، نتكلم عن سرعة رياح تتجاوز 40 كيلومتر
أو 45 كيلومتر في الساعة، وسيتم تقديم التقارير اللازمة حيالها لإيضاح نوعية الحالة أو قوة العاصفة التي ستؤثر، وما هي المناطق الأكثر تأثرا بها إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر من جدة، التحق بنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد إحسان القحطاني، شكرا لك.